صباح الخير أحبائي. تأمل اليوم عن حب الذات. نخلي نية بأنه نفتح قلبنا ونتصل بذاتنا الحقيقية. ناخذ نفس جميل، نتنفس من القلب، ومع كل شهيق رح يكبر قلبنا أكثر. نسمح للنور الإلهي وللحب اللامشروط بأن يملأ جسدنا وحياتنا. نسمح لنفسنا بأن نستقبل ونتذكر منو احنا. لما اتذكر روحي الحقيقية اللي هي عبارة عن حب ونور، بعيدا عن أي هوية أو شخصية أو أي أحكام من الماضي. لما أتصل بمعبد روحي وأسمح لشلال النور الإلهي بأن يغسل كل الأشياء الغير حقيقية، كلها راح تذوب مع الماضي. وراح أسمح لنوري بأن يلمع أكثر. راح استشعر حبي لذاتي من غير أي شروط أو أحكام. أتذكر بأني امتداد لنور الله على الأرض. وأسمح لهذا النور بأنه يكون هو الطاغي. بطاقة الحب والنور رح أوصل إلى التشافي، التقبل والعطف. آخذ نفس عميق، أستشعر الحب في داخلي. وأسمح لهذا الحب بأن يتوسع ويحيط بي، يشفيني ويضيء كل شيء حولي.
راح أشوف نفسي أني وطفل على فطرتي النقية، أحتضن نفسي وأستشعر حبي لذاتي. أستشعر كيف الملائكة والطاقات كلها موجودة ومستعدة بأن تخدمني، لأني امتداد لنور الله في هذه الأرض. فقط أسمح لنفسي بأن أتذكر من أنا، وأسمح لهذا النور والحب بأن يلمع ويتوسع ويكون هو الطاغي. أخذ نفس عميق وأجلب معايا هذا النور وهذا الحب إلى هنا والآن. ينير جسمي وحياتي.